في سابقة من نوعها في دولة عربية، طرحت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين في المغرب مقترح قانون يقضي بالسماح للموظفات بإمكانية التغيب عن العمل خلال فترة الدورة الشهرية. المجموعة اعتبرت أن هذا الوضع هو أحد الإكراهات التي تواجه المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة. الدراسات تقدر أن 60% إلى 90% من الشابات في جميع أنحاء العالم يعانين من آلام شديدة في الدورة الشهرية. ويراهن المقترح على طرح الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين كل شهر دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية. كثير من النساء يتطلعن لتقديرهن وأيضا فهم وتفهم ما يعانين من آلام أثناء الدورة الشهرية، يعني أن يأتي يوم ويحصلن على هذه الإجازة، ما أهمية ذلك؟ هو طبعا موضوع أجازة للدورة الشهرية ده موضوع اتفتح في مصر السنة اللي فاتت ولاقى يعني ردود فعل رافضة جدا. كانت في شركة خاصة بالتسويق العقاري عملت أجازة يوم أو يومين للعاملات داخل الشركة. طبعا في مصر الموضوع علاقة سخرية بشكل كبير جدا، لأن في المجتمع المصري فكرة أن أنت تتكلم على الدورة الشهرية أو جسد النساء نفسه ده عيب، فثقافة العيب في مصر منتشرة بطريقة كبيرة جدا خاصة فيما يخص النساء. فكرة الأجازة الخاصة بأيام الدورة الشهرية أعتقد أن هي إذا تم تفعيل قانون أو إدراك قانون خاص بأجازة لمدة يوم أو يومين دي هتبقى حاجة كويسة جدا، هيبقى في مراعاة للحالة النفسية والبيولوجية للنساء في وقت الدورة الشهرية. هل سيؤثر ذلك على تقلد المرأة مناصب إدارية إذا سميناها تحت هذه المسميات؟ أنا برأيي نعم، لأن أنا بعرف إنه نحن عم نشتغل تنعمل أجان نرجع نقول الإيكواليتي أو نعطي حقوق ونقاتل تنخلي المرأة تاخد مناصب، وتقدمنا كتير بلا ما يكون في هيدي الستيغما أو بيقولوا ما بعرف وصفة عار أو إنه لا المرأة إنه المرأة مش قادرة تشتغل أو بدها تاخد ماتورنتي أو هلأ أكيد الأشياء عم تتغير، بس برجع بقول مهم نقر إنه مزبوط المرأة بحاجة للرياحة، بس مش بس المرأة صح. المرأة في تغييرات بجسمها، وإذا اليوم منقدر نعمل شيء نعطي الرجل والمرأة ليف فرصة يقدروا يرتاحوا فيها بأوروبا يعطوا الرجل أيضا إجازة أكيد. مع المرأة صحيح طبعا، لأنه الأيام عم تتغير وصار الرجل مثل المرأة بيشاركوا بهيدا الشيء.